واكتشف لي انه اخوه مجنون اكثر منه. طلع هو الهادي. انا شيء متوتر شوي جديد هو. خلنا متوترين. اشرقت وانورت الدوحة. اهلا وسهلا. التقت الاجساد اخر مره هناك في روتردام في هولندا. صحيح. تتذكر ماذا جمعنا؟ صحيح. جمعنا المندي اليمني الجبار. والان نجتمع هنا في الدوحه في مكان مش عادي في قناه الجزيره يا اخوان. بعرف غنيه سفينه سفينه والله ما تمشي سفينه بيمشي الحال. نشتي نشوف البرنامج تبعي وانا نشتي نشوف اليوتيوب تبعك. او الرئيس علي عبد الله صالح نفسه. اهلا وسهلا حبايبي. ان شاء الله كلكم بخير وصحه وسلامه وعافيه وحياكم الله في فيديو جديد من الدوحه. ايوه بالضبط يا جماعه من قطر الدوحه. انا نفسكم ما راش مصدق يا جماعه. فجاه جت لي دعوه من شبكه الجزيره. احنا رايحين لمبنى الجزيره نفسه غرفه اخبار الجزيره ونشوف ناس واسماء كبيره جدا من المؤثرين من المشاهير من مذيعي الجزيره من طاقم الجزيره. انا عامل لهم قطعه محتوى في هذا الفيديو لا يفوت. خليكم معنا لاخر لحظه. بنصور مع اسماء كبيره جدا والاهم انه بنتكلم عن المنصه الجديده هذه الجزيره 360. ايش فكرتها وايش اهميتها ومتى بتكون الانطلاقه وكيف تقدروا تستخدموها وتستمتعوا بالمحتوى اللي بتعرضه. كل هذا واكثر في هذا الفيديو يا جماعه. بدون ما نطول اعطونا لايك قبل ما نبدا واشتركوا في القناه لو ما اشترك. يلا بسم الله ليتس جو. يا جماعة مباشرة نبدأ التحرك مباشرة من الدوحة. درجة حرارة 35. نورت مع أخوي سامي من تونس. سعيد جدا بتعرف عليك أفضل الشباب اللي كنت تتابعهم من قبل. كمان هنا شوفوا المغرب العربي دام بدينا بتونس ضروري نكمل. خبيب يا خبيب ما ركزتش فيها. السلام عليكم خويا. خبيب الجزائر طبعا هنا صدمة الحر أول ما تخرج. أهلا كيف الحال؟ من أفضل الشباب من المغرب. على فكرة عن سول ما حطيت بالستوري إنه مين تعرفه كل المغاربة أمين راعي بلادي أمين راعي كلهم. الله يكرمك الله يكرمك فخر المغرب أمين. الله يحفظك لي. وهذا أوتوبوس المدرسة يأخذونا بأوتوبوس المدرسة الباص رايحين على الجزيرة إن شاء الله على الإيفنت. خليكم معنا يا جماعة. السلام عليكم. الجزيرة الجزيرة أكيد مو غلطانين مو مكان ثاني. تعرف يا جماعة لما يقول لك أحلام العصر هذه أحلام العصر حنفيها. قاعد أنا هنا مع سامي من تونس وخلفي أرقام وأسماء كبيرة جدا. أبو فلة هنا قاعد يقرط بالميكروفون من أول. فكرة البرنامج جدا جميل. هذا أبو فلة. وهنا كأنه لابس قندورة. مشاهير ومؤثرين من كل دول الوطن العربي. يعني الأسماء اللي موجودة هنا يمكن يجي فوق 100 مليون متابع بالراحة. ممكن في 100 مليون متابع. أعزائي الكرام أينما كنتم بشتى قطاع العالم. أبو فلة زي الفيديوهات. شخص جدا جميلة. مبادرة ومشارك معهد الجزيرة للإعلام. واو يا جماعة أنا مصدق أحلام العصر حرفيا. أخيرا في الجزيرة والآن بعد ثواني سندخل مباني ومرفقات الجزيرة. دخلنا يا جماعة وعلى اليمين واليسار موجودة أهم البرامج اللي ما تكون معروضة في الجزيرة 360. برنامج هنا مواطنون درجة ثانية. وعلى الفكرة هذا البرنامج بيكون من أوروبا من عندنا على المواطنين في أوروبا المهاجرين. هذا برنامج مع الدكتور عمر عبد الكافي. برنامج المحطة. برنامج مستشفى الشفاء جرائم مدفونة أوريدي. ما في وقت عن هذا الوثائقي على مستشفى الشفاء والجرائم اللي حصلت فيه في غزة. السينما برنامج يختص بالسينما يصور المصورين. الفلاش ما يزعج؟ أنا آسف. السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذ عثمان كيف الحال؟ مرحبا وسهلا. أستاذ محمد السلام عليكم. كيف الحال؟ عبد العليم من اليمن. ونعم. مرحبا. أستاذ محمد السعدون. الله يخليك. تسلم كيف الحال؟ نلتقي من الآن. الله يبارك فيك. هذا المكان اللي يصير فيه المؤتمر الصحفي لإطلاق المنصة الجزيرة 360. ما تحصلوني كذا مرتبك لأنه حرفيا مرتبك. مش مستوعب لسه المكان اللي أنا فيه. شوف مكان نقعد. لما يكون المؤتمر الصحفي بعدين بناخذ راحتنا بالتصوير اكثر ونصور مقابلات مع الناس اللي موجودين هنا ونحاول ناخذ محتوى افضل. فكره الجزيره 360 باختصار يا جماعه انه بتكون منصه لعرض البرامج والفيديوهات كمنصه نتفليكس وغيرها من المنصات. الجزيره 360 بتعرض مجموعه برامج حصريه ومتنوعه بمجالات مختلفه. بتعرض كمان كل ارشيف الجزيره منذ تاسيسها قبل 28 سنه. والهدف من كل هذا انه مشاهده بلا قيود بلا اعلانات بلا وجع راس بلا حجب وحظر ومزاج المنصات الأجنبية كيوتيوب وغيره. والأهم من هذا كله أنه الاشتراك بالمنصة مجاني تماما. كل ما عليك أنك تحمل التطبيق من الرابط اللي موجود في وصف الفيديو تسوي حساب وتبدأ الاستمتاع بالمشاهدة. ما
خلوهم يشرحوا كاملا قدام زملائهم كلياتهم. يعني ال 14 يوم هذول عشتهم قول 140 سنة. هل في يوم من الأيام تساءلتم لماذا تطالب المرأة أنها تتساوى مع الرجل؟ هناك أطراف تريد من المسلمين الذوبان بالمجتمع. تمسح الطفل مباشرة وبعدها يتم التحرير. كان عليه الصلاة والسلام كثرة ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. من لا يدعوني أغضب عليه، حجبك عند الله وحجم عملي بصر. من يؤمن بالفكرة يقاتل من أجلها. أنت حي، إذن أنت موجود. استاذ النظام درجة أولى. كنت أحلم فيه زمان. اليوم تحقق، اليوم أنا مقاتل. طمن، ما حرقت عليكم شيء. الموضوع أكبر من هيك. اوكي يا جماعه خلص المؤتمر، كان طويل شوي، المفروض انه يكون رسمي لكن كان في عفويه كثيره وكثير من الطرف والكلام الممتع والراء، معلومات كثيره عن الجزيره 360. الاسماء اللي موجوده مره ثانيه كبيره جدا، شوفوا هذا الاستاذ محمد كريشان، وامامه تماما احمد منصور، كمان الاستاذه خديجه بتقنا اول مذيعه اخباريه على قناه الجزيره اعتقد. فالان بنخص صوره جماعيه، بعدين بحاول انه اخذ قد ما اقدر مقابلات ولقاءات سريعه مع الناس والاسماء اللي هنا، واسئله مهمه وخطيره كالعاده المحتوى اللي نسويه. اول واحد نقابله هنا يا جماعه الاستاذ انس. كيفكم يا خبره؟ انس من تركيا. طبعا انا عشت في تركيا سنتين واتكلم لغه تركيه وقابلت اتراك كثير. انا عشت في اليمن لكن احكي لك يمني. هو هذا اللي بقوله، انه اول تركي يعني يتكلم اللغه العربيه ما شاء الله بطلاقه. متى بدأت تعلم اللغة العربية؟ زمان. تشتي شاي عدني؟ شاي أحمر. خليه شاي أحمر. تأكل الأكل يمني؟ إيش الوجبة المفضلة اليمنية؟ الفحسة والمجنونة. مجنونة؟ المجنونة. هذه وجبة جديدة هذه. لا كيف؟ أنت ما بتعرفها يمني؟ المجنونة في الفطور مع البيض والجبنة. اسألوه جاوبوه. المطاعم في اسطنبول عاملين اسم خاص. لا والله مش في مجنونة. اسأل عنها اليمنية. شغله فاهم بالأكل اليمني أكثر مني. صلى الله عليه وسلم. تشرفت كثير شفتك. الأستاذ أنس تركي يتكلم باللغة العربية واللغة التركية، ومن أكثر الناشطين الموجودين في السوشيال ميديا ويتكلم على قضايا كثيرة. السلام عليكم. والله السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد عدنان المعروف لا يعرف. أشرقت وأنورت الدوحة، أهلا وسهلا. التقت الأجساد آخر مرة هناك في روتردام في هولندا. تتذكر ماذا جمعنا؟ جمعنا المندي اليمني الجبار، والآن نجتمع هنا في الدوحة في مكان مش عادي في قناة الجزيرة يا إخوان. طبعا احنا صار في شيء جمعنا أكثر عمل عدنان، نصلنا الاثنين أبو تيم. يا حبيبي صح صح صح. بورك لك فيه، بورك لك فيه يا حبيبي. طبعاً محمد عدنان أكبر مشجع المنتخب، للمنتخب وليس لفرنسا، المنتخب الفرنسي بالعالم. طبعاً نكره الدولة ونعشق المنتخب، ويصبح تعلقنا بالمنتخب بسبب زينيدين زيدان. 98 كأس العالم. طبعاً 98. زيدان على البرازيل. صح. علقنا عجبك. وهرب. علقنا وهرب واعتزل بعد ذلك. سؤال سريع محمد، أنا هنا مع الجزيرة 360 لكن عندي سؤال رياضي. أنا شفت حلقة قطعك بأبطال الدوريات وقلت الدوري الأسباني ريال مدريد. بعد الجولات أخي برشلونة قاعد يبدأ. ما زلت متأكد إنه ريال مدريد؟ لا طبعاً. طبعاً وأصلاً ولا عمري كنت متأكد. جمالك تقدم بأنك ما تكون متأكد. بس رأيك يعني. وجمالك تقدم أنها لا تخضع للتوقعات، بس ما زلنا في البداية. لا تنسى أربع جولات فقط اللعبت، وريال مدريد صح إنه ما فاز إلا مبارتين بس ما خسر. والريال ثقيل، وهذه البطولات دفع برشلونة أداء متغير يعني قوي جدا. نعم هانز فليك مدرب ممتاز، بس احنا ما زلنا في البداية. أصلاً لما قطعت وقلت للريال، قلت ولكن يخالجني شعور إنه قد يخرج الريال بموسم صفري. قلت يخالجني شعور إنه موسم صفري. برشلونة غزدة. الريال انا قلت ساقطع للريال حتى لا اعاقب، ولكن يخلجني شعور انه الريال قد يخرج بموسم صفري. الله اعلم. يا خبر اليوم بفلوس. صحيح. بكره ببلاش. صحيح. ابو فلك الحال. الحمد لله بخير. العليم العامري صانع محتوى يمني. يا مرحبا اهل الانستغرام العرب اليمن. الله يبارك فيك. قول لي ايه ف انا عرفتك اول مره. هي موجوده هون. اوكي يصور ما تقلق. عرفتك اول مره لما كنت بال5 مليون اللي كان الحمله بتاع المسجد اللي في افريقيا. هذا قد حملت كثيره وفي اليمن سويت كمان. بس اذا في سؤال على السريع، ايش كانت اقرب حمله لقلبك واللي تحس تاثرت فيها كثير؟ والله كل الحمله. ما في شيء مميز. والله كل الحملات، لان ان شاء الله النيه واحده اللي هي باذن الله ان ربي يتقبلها، وانها مساعده الناس، وهذا الشيء لازم الكل يسويه. فالحمد لله كلها
يعني بنفس الحجم. في شيء في معلومة هذا الشيء أنا ما سويته لحالي بل أنا وأنت والكل والكل سويناه والله يبارك أنا فيه. سبب بسيط فقط. في معلومة عصرية يا جماعة أنا في الأول يوم ألتقي هو أخي هو أخوه واكتشف لي انه اخوه مجنون اكثر منه طلع هو الهادي. انا شيء متوتر شويه جديد هو كلنا متوترين كلنا متوترين يا حبيبي سعيد جدا شكرا جزيلا مع الاستاذه روعه. كيف انطق الاسم الاخير معلش؟ روعه اوجي اوجي. انت الاصل من وين؟ انا اصلي لبناني وعائلتي اللبنانيه كلاسينا واللي هي اصعب من اوجي لهيك اخترت عائله زوجي فروعه اوجي. هو اسم العائلة تبعك شو؟ كلاسينا أصعب. أوجي أفضل. إحنا عم نستصعب مع أوجي. أنت استصعبت أوجي بالضبط لهيك سهلت عليكم من لما بدأت بمهنة الإعلام وقلت روحي على أوجي. من المعجبين بطلتك على الشاشة والشيء اللي تقدميه منورة بالشارع بالكوفية الفلسطينية. الله يخليك. سؤال بسيط، إيش الكلمة اللي تعرفيها باللهجة اليمنية؟ إذا في. بعرف افهم يمني بس هلا ما عم يستحضرني المغربي اكثر بس لا مش هسي انه هيدي السوداني معني امبارح حاولي بعرف غنية سفينة والله ما تمشي سفينة بيمشي الحال. ايش معنى اشتي؟ اشتي يعني ابغي اريد لا مزبوط بعرف ما انا عم اقول بعرف يمني وبعدني امبارح تسمعي تعرفي ايش مسجلة امبارح سجلت مقابلة لذكرى يعني سيطرة الحوثيين على صنعاء مع الزميل احمد الشلفي بالجزيرة لبودكاست بعد امس اللي كمان بقدمه على اثير فان شاء الله هيدي بدها تنزل ب 21 صحيح 21 سبتمبر 2014 دخول الحوثيين صنعاء بالضبط دخلوا وخرجونا من اليمن دخلوا وخرجونا للأسف الله يعين شكرا أستاذ روعة الله يخليك شكرا الآن مع الأستاذة منى حواء أهلا وسهلا أنا عرفتك أول شيء من الأيجي بلس والآن عندك برنامج جديد في الجزيرة 360 مزبوط العمارة والإنسان أكيد طيب إذا بشكل مختصر إيش البرنامج أو فكرة عنه أو إيش الشيء اللي شايف كل شيء حوالينا شكل المسرح شايف كيف شكل الشارع شايف كيف شكل السوق كيف شكل السجن كل جدار كل نافذة كل مكان كله بيأثر فينا صحيح. كله بيخلينا نغير سلوكنا بيخلينا نغير أفكارنا بيخلينا بيتحكم فينا شو قصة وسر هالعمارة كل طوب كل درج كل خرسانة كل اسمنت بتأثر فينا تخيل بتتلاعب فينا فأنا بس بدي أعمل حالي المحقق كونان وأحكي معاكم أسرار المباني اللي موجودة حوالينا وكيف تنعكس علينا عم بحكي عن شيء معاصر مش عن تاريخ صحيح. ما شاء الله أحب الحماس هذا الموجود والله أنا مبسوطة أنك موجود أنا بموت على اليمن وأهل اليمن وكل ما من اليمن وحياتي دائما هناك محطة أساسية اسمها الشيباني والعسل اليمني والحياة اليمنية يعني فأنا لليمن إلى إذا بتخليني أسألك سؤال على اليمن اسألني. إيش في كلمة تعرفيها من اللهجة اليمنية أشتي يعني بدي فكلمة أشتهي الشاي حلوة جدا من العربي الفصيحية بس ذكرت تكون اللهجة الوحيدة اللي بتقدم الرغبة كاشتهاء وهذا شيء جميل موسيقى اللهجة اليمنية نشتي نشوف البرنامج تبعي وأنا نشتي نشوف في اليوتيوب تبعك دير بالك على حالك شكرا اخيرا يا جماعه مع الاستاذ الكبير احمد منصور اهلا وسهلا بك يا اخ عبد العليم وبكل متابعي اولا انا كيمني احب اشكرك على شهاده الحلقه من شاهد على العاصمة مع المرحوم محسن العيني رحمه الله عليه اهلا وسهلا محسن العيني كان من ابرز الشخصيات ليس في اليمن وحسب ولكن هو شخصيه عربيه مميزه سياسي محنك صاحب تاريخ ناصع وكان إنسان واضح وصريح وصادق وحاول أن يصلح قدر المستطاع خلال فترة وجوده في اليمن وقتها أنا كنت لسه صغير ما شاهدت بس قبل بضعة شهور شاهدتها وساعدتني على فهم كثير من تفاصيل التاريخ اليمني المعاصر لكن السؤال الآن تقابلت غير محسن العيني شخصيات سياسية يمينة كثيرة سواء في شاهد على العصر أو في بلا حدود إيش الشخصية اليمنية السياسية اللي إعلاميا أبهرتك أكثر شيء بصراحتها أو بغرابتها أو بشيء يعني إيش تقول لنا من هذا؟ شوف كل شخصية لها مميزاتها ولا أستطيع أن أقول أن شخصية واحدة تجمع كل المميزات سواء كانت من الشخصيات السياسية الفاعلة التي التقيت بها في بلا حدود وهناك شخصيات يمنية كثيرة جدا التقيت بها من كل الأطياف سواء من السياسيين الموالين للسلطة أو الرئيس علي عبد الله صالح نفسه أو البعض حميد الأحمر التجمع اليمني للإصلاح الحزب التقدم الاشتراكي اليمني الكل كان لهم حضور معنا لأن احنا كنا نلتقي مع كل الأطياف
وإذا أردت أن تفهم السياسة اليمنية لابد أن تكون أن تطوف بالجميع وأن تحدد ثقل ومكانة كل شخص. وإن كان الوضع في اليمن قد تغير بشكل جذري، ولكن يبقى التاريخ اليمني هو جزء من الإرث الإنساني الذي لا يستطيع أن يتجاهله أحد. وهل سيكون السياسيين اليمنيين والشخصيات اليمنية مجال في النسخة المجددة من البرنامج على الجزيرة 360؟ عندي خمس شخصيات يمنية لا أستطيع، لأني لم أحصل بعد على أو لم أكمل التسجيل مع بعض الشخصيات، وأنا لا أتحدث عن أي شخص إلا حينما يكون التسجيل كاملا وواضحا عندي. إذن نتطلع لمشاهدتها إن شاء الله، وشكرا جزيلا صراحة. أشكرك وأشكر مشاهديك. شكرا. كي يا جماعة خلصنا الآن المحطة الأولى هنا في معهد الجزيرة للإعلام واللي كان فيه المؤتمر الصحفي، والتقينا ببعض الشخصيات. الآن بنتجه إلى محطة ثانية في وسط الجزيرة نفسها هنا، على أساس بنكمل الجولة في وسط مؤسسات ومباني الجزيرة وبندخل للمكان اللي بيكون فيه الجزيرة 360 نفسها. المكان اللي بندخله الآن يا جماعة هو أول استوديو للجزيرة، سنة 97 كانوا في هذا المكان. عارفين يا جماعة احنا الآن قاعدين نخش التاريخ. على فكرة هذه أول مرة يسووها الجزيرة، إنه يدخلوا ناس مؤثرين وكذا ويسووا إيفنت نفس كذا ويدخلوهم غرفة الأخبار، وأول استوديو للجزيرة. أنا بقلب لكم الكاميرا الآن ونشوفوا الرحبة. بس هنا التاريخ يا جماعة، من هنا أو من هذا الاستوديو، من هذا المكان خرجت شبكة الجزيرة سنة 97 أعتقد إلى العالم لتصبح أهم محطة عربيا ومن أهم المحطات في العالم. في نفس المكان الذي يواصل نفس الرسالة التي بدأت في الأول من نوفمبر عام 1996، حيث تمددت الجزيرة وأصبحت شبكة إخبارية عالمية لها مكانتها في العالم كله، ويجلس صناع القرار في العالم ابتداء من الولايات المتحدة وحتى اليابان ينتظرون أو يشاهدون الجزيرة ليتعرفوا من خلالها على الأخبار التي لا تبثها إلا الجزيرة. أكبر ميزة وضعت الجزيرة على خريطة الإعلام العربي هو أن الجزيرة كانت أول قناة إخبارية تتواجد في الأماكن التي تسقط عليها القنابل، تتواجد إلى جوار المظلومين، إلى جوار المضطهدين، إلى جوار المقصوفين، لتنقل معاناتهم إلى العالم. بدأت بهذا ولا زالت إلى اليوم كما هي في غزة اليوم، تنقل للعالم كله مأساة الشعب الفلسطيني التي لا ينقلها إلا الجزيرة، بكل ما فيها من تضحيات، بكل ما فيها من مهنية، وبكل ما لديها من حرية. واستمرت جولتنا في مرافق الجزيرة، دخلنا استوديوهات الجزيرة الإنجليزية وكانوا حرفيا على الهواء مباشرة، واستوديو هذا الصباح مكاتب إيجي بلس بالعربي، وكمان فريق الجزيرة ديجيتال المسؤولين عن حسابات الجزيرة بالسوشال ميديا والجزيرة 360. واللي لاحظته يا جماعة من خلال هذه الجولة إنه فلسطين حاضرة بكل تفاصيل مكاتب الجزيرة وموظفيها، وكمان التنوع الكبير بالموظفين من كل الجنسيات العربية. حصلت بالمناسبة عدد لا بأس به من الشباب اليمنيين اللي شغالين بهذه المكاتب، نفس الأخ محمد اللي موجود بفريق الجزيرة 360. واللي مرة ثانية يا جماعة تقدروا تستخدموا الرابط اللي موجود في وصف الفيديو لتحميل تطبيق الجزيرة 360. وأخيرا يا جماعة وصلنا استوديو مكتب الجزيرة الإخبارية نفسها، الرأي والرأي الآخر. هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. يا جماعة شعور غير عادي، يا الله والرهبة اللي موجودة هنا. روح داخل، رهبة غير عادية. أشكركم على كل الجهود اللي قمتم فيها. أنا هنا بالمكان التاريخي استوديو الجزيرة الإخبارية الرسمي، شرفت هنا كلها ويشرف. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. إذا يا جماعة هكذا كان فيديو اليوم، لكن قبل ما أختم تودوا أختم؟ لا لسه باقي شوية يا جماعة. أول حاجة اللي عادوا ما حمل تطبيق منصة الجزيرة 360 إيش منتظر؟ الرابط موجود في وصف الفيديو، وقف الفيديو عادي، روح حمل التطبيق الآن مجاني زي ما ذكرت بالفيديو، مجانا، ما في أي فلوس اشتراك زي نتفليكس ولا أي منصة أخرى. أنت تحمل التطبيق مباشرة، تبدأ بالاستمتاع بالمحتوى المتنوع جدا والبرامج القوية جدا جدا جدا. آخر شيء يا جماعة، جابوا لنا هذا الكيس هدية
أنا بفك معكم ما قد فكيتم، مش عارف إيش بالضبط. أنا شفت كذا من فوق بس مش عارف إيش بالضبط التفاصيل. أول حاجة طبعاً هنا موجود شعار الجزيرة، الأيقونة الخالدة، دفتر عليه شعار الجزيرة كمان مع قلم، مع قلم قلم تلوين. إيش هذا الكونسبت؟ مرة بسيط. أوكي، أوه هذا مو دفتر، هذا مو دفتر عادي، هذا تلوين أو رسم أو حاجة كذا. والله ماني عارف إيش المغزى منه، ليش جابه لنا بالضبط؟ اللي عنده فكرة ولا شيء كيف نستخدم هذا يكلمنا يا جماعة. هذا متاع رسم لأنه جايبين، هذا مو قلم، هذا لون أصفر كأنه ملون أو شيء. عموما اللي بعده باقي شيئين مش كثير، يعني اصبروا معي يا جماعة بخلص الآن. أكيد أنا عارف إنه في فضول ودكم تعرفوا إيش جابت الجزيرة، إيش ممكن الهدية اللي تجيبها الجزيرة. فخليهم معي اصبروا شوي نكمل الفيديو. أتوقع إنه كاسة لأنه ثقيل. أوه يا الله وأجملها، شوفوا بلورة أو حاجة كذا داخلها لوجو الجزيرة، مش عارف إذا تشوف بس لوجو الجزيرة جوا شعار الجزيرة. وهذا هنا على خريطة العالم، هنا اليمن وهنا هولندا. باقي حاجة أخيرة يا جماعة، الشكل يوحي بأنه زمزمية، توقع يعني إيش ممكن يكون بهذا الشكل إلا زمزمية. خلينا نشوف. نعم زمزمية يا جماعة، لها لوجو الجزيرة ولا ما فيش؟ أيوة الجزيرة، خلاص هذه نعتمدها زمزمية رسمية، أكون أشيلها معي لما أطلع، لما كذا نحط فيها ماء. أوه هذه مو ماء، هذه شكلها بتاع قهوة ولا كذا، فيها غطاء هنا و لا لا ما عادي أعتقد. أوكي هذه هي الهدية اللي جاءت من الجزيرة. يا ساتر إيش في هنا؟ في هنا شاشة تبين درجة حرارة، أعتقد تبع قهوة، هذه تحتفظ بالحرارة. أوكي رائع رائع رائع، نايس. شكرا جزيلا يا جماعة على المشاهدة، وشكرا لكل واحد وصل لهذه النقطة من الفيديو. مرة ثانية حملوا تطبيق منصة الجزيرة 360، الرابط موجود في وصف الفيديو، ورسلوا الرابط هذا لكل من تعرفوه من أجل أن يحملوا التطبيق. وإحسان يتلو إحسان حتى آخر لحظة في الحياة. السلام عليكم.